السلام عليكم، يعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا جميعا بخير. اليوم راح نقدم آخر حصة في علوم الحاسوب في الوحدة الأخيرة اللي هي بوابات منطقية، وآخر فيديو نكون هيك ختمنا مع هذا الفيديو نكون ختمنا إن شاء الله المادة كاملة. طيب راح نستكمل طبعا نفس الملاحظة نفس الشيء، قبل ما تحضر هذا الفيديو بدك تكون مراجع المادة كاملة عشان تقدر تكمل معي. طيب وين وصلنا احنا آخر شيء؟ وصلنا عند البوابات وجبر البولي، وصلنا عند الجبر البولي. طيب استكمل على طول تمام موضوعنا، التحويل من عبارات منطقية إلى عبارات جبرية منطقية، العبارات جبرية منطقية. طيب شو الفرق بين جبرية منطقية ومنطقية؟ زي ما تحدثنا زي ما راح نشوف الآن خلال السؤال. طيب هذا عندنا الآن سؤال، هذا سؤال إجباري بجيبوه كل سنة في الوزارة، حول العبارات المنطقية الآتية إلى عبارات جبرية. إذا طلع أنا أحول لعبارات جبرية. شو عندي هون؟ عندي مجموعة أفرع عبارات منطقية، اسمها عبارات منطقية. كيف عرفت أنها عبارات منطقية؟ فيها أند ونوت وأور. طيب ليش أحول هاي لعبارات جبرية؟ شو العبارات الجبرية؟ اللي هي بدل أند بحط نقطة، بدل أور بحط جمع، وبدل نوت بحط المتممة. طيب خلينا نحول هاي العبارة منطقية إلى عبارة جبرية. شوف الموضوع ما أسهله، سهل جدا. تمام؟ طلع نبلش نحول. هي عبارة منطقية، تحولها لعبارة جبرية، جبرية، جبرية منطقية. طيب، إيه؟ عبارة عن متغير زي ما هو، شو بتغير عندي؟ أند، أند شو حكينا في الجبر؟ بداله بحط بداله نقطة، دوت. بدل أند صار دوت، بدل أند صار دوت. طيب، الآن نوصل نوت بي، نوت بي. إحنا حكينا نوت شو محلها؟ نحط متممة، شو يعني نوت بي؟ نحط بي متممة. بي متممة. تمام؟ ونط هي خطيرة، تنتبه على نط كويس. إذا راحت نط، راحت نط وصارت فوق بي متممة، وهي راحت آن صار محلها دوت. هذا هيك انتهى الفرع الأول. طب روح فرع باء، نط إيه، نط إيه، نط إيه، هي إيه متممة يعني، إيه متممة، إيه متممة، متممة فوق إيه بس، بس فوق إيه، لأنه نط جاي لإيه، لو قوس إشي ثاني، زي ما راح نشوف الأمثلة اللي بعديها. بس النط جاي لإيه لحى وحدها. النط جاي لإيه وحدة، بحط متممة على إيه لوحدة. طيب أور، شو حكينا محل أور؟ محل أور جمع. طبعا تكون مراجع أنت زي ما حكيت، ما كنتش مراجع مش حتسوي معي شو الموضوع. طيب هي أور محلها جمع، بي بتظلها زي ما هي، هي بي، بي زي ما هي، بي زي ما هي. أند محلها دوت، وسي بتظلها زي ما هي. إذا هيك حولت أنا من عبارة منطقية إلى عبارة جبرية. شوف كيف؟ نط إيه صارت إيه متممة، الأور صار محلها زائد، والآن صار محل دوت. يعني شو أنا لما أحول؟ لما أحول بحول النط لمتممة، وبحول أند لدوت، وبحول الأور لجمع. خلص هيك تتحول معي. أنا أحول فرع جيم، أي أند بي، هي أي، الأند دوت بي، هي بي، هي أي دوت بي، هي جبر هيك. أند دوت جديدة. طيب نط سي، يعني سي متممة. تمام سي، سي متممة، هيك تحول معي الفرع. طيب نروح اللي بعدها، الفرع بعده ايه، زي ما انتم شايفين الموضوع سهل جدا، ايه بس للمعلومات، سؤال وزاري كل سنة لازم يجيبوه، تحويل لازم يجيبوه. تمام؟ هي ايه؟ اور، شو حكينا محل اور؟ جمع، ما ننسى، اور محلها جمع. طيب الآن هاي الخطيرة، نط، نط جاي لمين؟ نط جاي في القوس لكل هاي، نط لكل هاي، معناته كل هاي، كل هاي عليها متممة، كل هاي عليها متممة، في عندي متممة كبيرة لأنه في قوس، دائما لما أشوف قوس بحطها على جميع قوس، هاي متممة جهزتها، متممة كبيرة. طيب شو جوا القوس؟ لا ببلش شوي شوي، بي، لا القوس راح خلص، القوس راح حطيت محله متممة، متممة كبير بدل القوس، لأنه كل قوس هذا نط. إذا بشيل قوس، بشيل قوس وبحط محله متممة كبيرة، هاي متممة كبيرة. طب نبدا في الجوال من القوس، بي، هاي بي، اند هاي دوت، اند هاي دوت، نط سي، شو نط سي؟ سي متممة صغيرة، تمام؟ شوف كيف؟ متممة كبيرة، هاي متممة كبيرة، هاي متممة هاي الكبيرة، لنط هاي لأنه في قوس. طيب وسي، نط سي، سي متممة صغيرة، هاي نط سي، هاي متممة صغيرة لسي. صارت A زائد متممة كبيرة
نبي الضرب وتمامية سي. تمام. طيب ناخذ الفرع اللي بعده، سهل جدا زي ما انتم شايفين. نط ايه؟ هي ايه؟ متممة. ها حطيتها ايه لوحدها، لانه نط ايه في الشقواس بس لايه لوحدها، حطيتها ايه لوحدها. طيب اور اور شو بصير هلا؟ جمع جمع. هي اور، هي صار عندي جمع. تمام. طيب ليش في عندي قوس؟ خلي قوس زي ما هو، زي ما هو قوس، ما بأثرش عليه. هيك قوس زي ما هو. طيب بفوت الان، شو جوا القوس؟ نط بي. شو يعني نط بي؟ هي نط بي. شو يعني نط بي؟ يعني بي متمم. اور هي اور محلها جمع. سي هي سي زي ما هي، واند محلها ضرب، ودي بظلها زي ما هي. انتهى انتهى، سهل جدا. شو الفكره العامه فيها؟ الفكره العامه محل اند دوت ومحل اور جمع ومحل نط متممه. متممه هي هاي الفوق البار، هذا اسمه بار متمم. هاي بس هيك حولنا من عبارات منطقيه، هي عباره منطقيه، لجبريه، منطقيه لجبريه، منطقيه لجبريه، منطقيه لجبريه، منطقيه لجبريه. طيب الان نوقف، تلخصوا، نوقف فيديو ثواني، تلخص عدد الصلاة زي ما احنا متعودين، ونعكس الآن، نحول من جبر لمنطق. وقف، يلا. الآن عندي العكس. الآن عندنا العكس. تحويل، طلع، سؤال، حول عبارة جبرية منطقية، معطيك أنا جبر، جبر، بدي أحول إلى عبارة منطقية. تمام؟ كيف عرفتوا إنه جبر؟ هي في جمع وفي ضرب، جمع وضرب، هي اسمها عبارة جبرية. بدي احوله، شو يعني بدي احوله لمنطقية؟ يعني محل كل جمع اند ومحل كل دوت، محل كل جمع اور، اسف اعيد من جديد، محل كل جمع اور ومحل كل دوت اند. طيب نبدا ايه زي ما هي، ايه الجمع شو معناها؟ اللي هي اور اصلها. طيب بي بتضلها زي ما هي. طيب الدوت شو بصير محلها؟ اند. والسي وهي زي ما هي. اذا انا شو قاعد بعمل؟ انا بحول، انا ما بحل ولا بعمل شيء بس بحول، تحويل. طيب شوف فرع باء، متممة اكس. شو متممة اكس؟ شو اصلها؟ نوت اكس، نوت اكس، متممة اكس هي، متممة اكس نوت اكس، نوت اكس اصلها. تمام. طيب الدوت اتفقنا اللي هي اصلها اند. طيب متممة واي، شو متممة واي؟ يعني نوت واي، نوت واي. مثلها متممة اكس نوت اكس، دوت معناها اند، هي اند محلها. متممة واي اصلها نوت واي. سهل جدا، سهل سهل جدا. طيب نروح على الفرع اللي بعده، اي زائد بي. هي ايه؟ زائد حكينا محلها اور، بي هي بي زي ما هي، دوت اند. طيب نتوقف الان ونركز. متممة كبيرة، متممة كبيرة، لما تجي المتممة كبيرة زي هيك معناها نط، هاي نط، هاي نط، وعشانها جاية على أكثر من شغلة، أكثر من إشي، أكثر من إشي، بفتح قوس، بفتح قوس، بفتح قوس، إنها جاية على أكثر من إشي، طلع على هاي، نرجع على هاي، هاي ما فتحت قوس لأنه جاي على بس رمز واحد، حطيت نط إكس، هون عندي أكثر من إشي، بضطر أفتح قوس، بحط نط وبفتح قوس، هسا بشوف جوا القوس، شو جوا القوس؟ سي. والجمع شو كان الجمع؟ اللي هي اور، ودي زي ما هي. تمام 100%. ارجع هذول البيانات، تمام، بس ارجع اركز على هاي، متممه سي زائد دي، متممه معناها نط، هاي حطيت نط، متممه معناها نط. طيب متممه لمين؟ لسي زائد دي كامله، بضطر افتح قوس، لما اشوف متممه كبيره زي هيك بفتح قوس، شو شو جواها؟ شو تحت المتممه؟ بحط شو تحتيها؟ بحط جوا القوس. إذا بشيل المتممة وبحط نط وبفتح قوس. هاي فتحت، هاي شلت المتممة، حطيت نط وفتحت قوس. الآن شو جوا القوس؟ سي زائد دي، يعني سي أور دي. طيب شوف هذا الفرع كمان، فرع دال. إيه هي إيه؟ زائد اللي هي أور، بي تبقى كما هي، ماليش فيها. تمام. الدوت يعني أند.
اند. طيب الان طلع الان الهاية، تابع عليها كويس، متمم كبيرة، هي متمم كبيرة اطول، او مش متمم كبيرة، نط وبفتح قوس كبير، هاي في قوس كبير. الان بشوف جواها، شو جواها؟ سي، هي سي زائد يعني اور، جواها متمم الدي صغيرة، متمم الدي صغيرة. شو متمم الدي صغيرة؟ يعني نط دي، تحتاجش هاي لقوس صغير، عطول مباشرة ردي ردي. ان شاء الله تكون واضحة امامكم، ان شاء الله تكون واضحة امامكم. طيب نروح على بعدها، قوس بفتح القوس زي ما هو، بحافظ عليه القوس، هاي قوس بفتح. تممت ايه؟ شو تممت ايه؟ تممت ايه لحالها، تممت ايه شان يعني نط ايه، نط هاي متممت ايه، نط ايه دوت معناها انت، هاي انت متممت بيه يعني نط بيه، نط بيه تمام. طيب زائد يعني اور، طبعا اوعى تنسى تخلي الزائد، اي واحد اشاره تنساها تروح عليك علامة كاملة. قوس بفتح القوس بحافظ عليه، هاي قوسي، جوا سي، سي زي ما هي دوت اند، متمم الدي عطول، نط دي، نط دي، سهلة جدا، نط دي تمام. تمام تمام. روح على فرع او اكثر فرع مؤقت، اذا فهمت هذا الفرع تكون فاهم كل شيء. بدي احول من جبر الى منطق، عندي قوس كبير هي متمم كبيره، شايفينها متمم كبيره، هي اول واحد، اكثر من متمم عندي، فعندي متمم الكبيره، هي بفتح قوس كبير للمتمم الكبير، هي قوس كبير للمتمم الكبيره، وبحط برا نط، ها نط نط المتمم الكبيره، نط القوس. طب خلينا نشوف جوا القوس اللي هو هذا كله، هذا تحت تحت المتمم الكبيره، هذا كله كله الان بحطه جوا القوس. تبدا شو جاني اول شيء؟ A زائد B متممة ثانية، ها متممة ثانية، إذا بحتاج لنط جواها برضو قوس، قوس ثاني صغير، هاي قوس صغير، ليش؟ لأنه هاي المتممة A زائد B، شايف جاي على A زائد B، دائما بكون متممة على أكثر من إشي، بفتح قوس، بفتح قوس، يلا بشوف A، هاي A زائد أور حكينا، وB هاي هاي B. كمل الان خلاص، دوت معناها اند، وسي زي ما هي، والزائد محلها اور، ودي تنزل محلها تمام. تمام ارجع بس اشيك عليكم عليها، هاي طلع عندي متمم كبيره، هاي متمم كبيره، هي متمم كبيره، اطول تشوف متمم كبيره، نط بفتح قوس، هي فتحت قوس، هي كبير، ها اول شيء فتحت قوس كبير هي تمام. طيب فوت جوا، فوت جوا، شو لقيت؟ لقيت متمم ثاني جاي على A و B مع بعض، بفتح قوس بحط نط وبفتح قوس صغير، ها انه بضطر افتح قوس، دائما لما اشوف متمم على اكثر من شيء بفتح قوس، هي فتحت قوس. شو جوا القوس؟ اللي تحت المتمم الصغيره A or B، مش حط الجمع، اذا حطيت الجمع راح السؤال كامل، بدك تحول. طيب بكمل الان، سكر القوس الصغير، انت هي السي هي والاور بدها جمع، وهي الدي هي، انتهت مسألة. هيك سؤال وزارة لازم تجيبوا عليه، اما بتحول من جبر لمنطق او من منطق لجبر. نوقف الفيديو شوي تمام، نكتبها عشان نرجع نستكمل، نكتبها هاي المسألة عشان نرجع نستكمل. طيب الان نروح على موضوع مر عليكم الاصل، مر عليكم الاصل بس بالجبر، الان نحول للجبر، سهل جدا، كنت فاهم ودارس قبل راح يكون عليك سهل، تمثيل العبارات الجبرية باستخدام البوابة المنطقية. أنا كنت قبل أمثل عبارات منطقية باستخدام البوابة المنطقية، الآن نفس الفكرة بس إيش؟ بعطيك عبارة جبرية، عبارة جبرية وتحولها لبوابات، تمثيل عبارات جبرية منطقية باستخدام بوابات، تتحول من كتابة لرسم، كتابة لرسم. طيب ناخذ السؤال مباشرة، مثل العبارة الجبرية المنطقية، معطيك العبارة عن إكس تساوي متممة A ضد B باستخدام البوابات المنطقية، ثم جد قيمة إكس إذا كانت A صفر B واحد تمام؟ ابدا حل بس اجي امثل تمام، يعني بحول من عباره، وهون عباره جبريه مش عباره منطقيه، عباره جبريه الى رسم، نفس التفكير، بدور على الاولويات، هل يوجد لدينا اقواس هون؟ هل لدينا اقواس؟ لا،
هل لدينا نط يعني متممة؟ نعم، وينها؟ هيها. هيها. حط عليها دائرة، هيها شايفينها؟ هيها. نط إيه. متممة ايه يعني نط ايه؟ خطوة ألف، هاي نط إيه. هاي نط إيه. هاي الأولوية لها. طيب شو ضل عندي الآن؟ ضل عندي هاي، شو هاي؟ دوت لي أند أند أند، هاي في لعبة أند، كيف شكل الأند؟ ذكرني كيف شكل الأند؟ الدوت هي أند، هاي الأند، هاي أند، وفي لها مدخلين ولها مخرج واحد. طيب طلع الأند هاي، شو مداخلها؟ هاي تممة A و B. طب هاي تممة A وين هاي؟ نقولها هاي و B ما عليها شيء، بحط B. طيب المخرج، في مخرج عندي، نعم اكس، هي بحطه هون، هيك انتهى، حولت نفس اللي كنا ناخذه قبل، بس معطيك عباره جبريه هو نفسه. شو اصلها هاي؟ هاي اصلها، اصلها نط A and B، برسم على اولويات، في اقواس لا، في نط نعم، هاي نط، بعد النط شو بيجي؟ الاند، الاند هاي الاند، مدخلين ال A وال B، متممة ال A وال B. طيب خصم الفرع الاول، الفرع الثاني، ثم جبت قيمه اكس، بده قيمه اكس 1 كم اذا كانت A 0 B 1. عندي الآن هون طريقتين للحل، يا إما بحط A و B على الرسمة وبحل، يا إما بحل على الأولويات. تمام، خلينا نجرب على الرسمة. A 0، هاي A 0، B 1، هاي B 1، اعكس للنط، اعكسها صارت هنا 1. طيب الآن AND، الAND شو بتضرب؟ ضربة 1 ب 1، هاي شايفينه 1، هاي 1 بدخل أول بدخل الثاني 1، 1 ب 1 1، انتهى هيك السؤال. أو بمسك هاي وبحل على الاولويات، هاي اكس تساوي متممة A ضرب B، يعني اكس تساوي عوض، اول ايش عوض؟ عوض، شو التعويض؟ A محلها صفر، متممة الصفر ضرب واحد، لمين الاولوية؟ في اقواس؟ لا، لهي الاولوية، اكس تساوي اعكسها واحد ضرب واحد، واحد ضرب واحد واحد، انتهى السؤال. انتهى السؤال. طيب ناخذ كمان سؤال عشان نثبت المعلومه بتاعتنا، نثبت المعلومه بتاعتنا. مثل عباره الجبريه منطقيه، هيها معطيك اياها انا، باستخدام بوابات منطقيه، بدي احول من كتابه الى رسم. طيب ببدا، في عندي اقواس؟ لا. في عندي نط؟ نعم، وينها؟ هيها، هيها اللي متممت به. اذا خطوه الف، برسم متممه البي، هي متممه البي، بحط عليها دائرة عشان ارفع. طيب الان شو ضل عندي؟ ضل عندي الاند اللي هي دوت، وضل عندي الجمع اللي هي اور، لمين الاولوية؟ طبعا للاند، هي هاي للاند، الفرع به للاند، كيف الاند شكلها؟ هاي شكل الاند، مدخلين ومخرج، مدخلين ومخرج. طيب شو مداخل الاند؟ هي شايفها الدوت، شو مداخلها؟ الاي، الاي هي، والمدخل الثاني اللي بعدها متممة البي، هون متممة البي هي، بنسخها نسخ تمام كده، تمام تمام. طيب اذا خلصت من هاي كامله، خلص حط عليها دائره، خلصت منها كامله، حطيت عليها دائره كامله، شو ضل عندي؟ الجمع، شو الجمع؟ اللي اور، اخر وحده اللي اور، هاي الاور، اسف، مقعره الاور، تنسوش مقعره، هيها مقعره، ولها مدخلين ومخرج واحد. طيب هي شو مدخلها الاول؟ مدخلها هاي، كل هاي اللي نحط عليها دائرة قصتنا، كل هاي، طبعا كل هاي، هي هاي بنسخها هون، هي مدخل اول لاور، لاور هي كل هاي وينها؟ هي نسختها هون، بنسخها هي، بمسكها وبنسخها هون، هي ايه وهي هيك وهي بي، هي نسختها هون. المدخل الثاني لور، جمع يعني اور، شو المدخل الثاني؟ بس سي، هاي سي، وهاي سي، تمام، مو 100%، انتهى الفرع الأول، هيك حولت من جبر كتابة لرسم. طيب شو ضل الفرع الثاني؟ جد الناتج النهائي، يعني بده هون، هاي ناتج النهائي، شو بطلع عنده هون؟ عندي طريقتين للحل، يا إما بحل على الأولويات، رح أنتم تجربوا عليها، خليكم إياها مجال تحلوا أنتم لحالكم عليها، أو على الرسم، ثنتين صح. طيب خلينا نحل على الرسم انا. A 0 هي 0، B 1 هي 1، C 1 هي C 1،
نمشي خطوة خطوة. بي واحد أقلبها بسي صفر. طيب أند الآن هاي أند أند ضرب صفر الضرب صفر نعطي هنا صفر. طيب وصلت عند هاي الأور الأور جمع مدخل أول صفر والمدخل الثاني واحد صفر زائد واحد أعطت عندي هنا واحد. هاي طلعت الناتج النهائي. ممكن بإمكانك تحط هاي وتحل الأولويات الأولويات بطلع نفس الحل. جربها أنت شوف شو بطلع معك. إن شاء الله تكون سهلة. نوقف الفيديو شوي نوقف الفيديو شوي نوقف الفيديو شوي نسخوها ونرجع نكمل. تمام طيب الآن ناخذ كمان سؤال شامل على نفس الموضوع شامل. ناخذ سؤال الآن شامل على نفس الموضوع. تمام ودرس العبارة المنطقية الجبرية المنطقية ها جبر كيف عرفت انها جبر؟ هي فيها متممة فيها جمع فيها تمام جبرية هي جبرية تمام. طيب ادرسها ثم اجب. هي متممة A زائد قوس B ضرب متممة C اول فرع في افرع عليها وهيك اسئلة الوزارة المعتادة بجيب لك بربط كله مع بعضه. فرع الف حول عبارة الجبرية الى عبارة منطقية بحول هاي الى منطق. طيب قبل شوي اخذ معنا هاي فرع الف الف احولها ايه متممة ايه يعني نط ايه هاي نط ايه زائد يعني اور قوس افتح القوس افتح القوس بي وخليها زي ما هي الدوت معناها اند معناها اند. طيب متممة سي يعني نط سي نط سي وبسكر قوسي انتهت هي حولت حولت اخذت قبل اخذت زيها قبل شوي هاي فرع ب فرعبة هل فرعبة الآن؟ طيب شو بده؟ مثل العبارة الجبرية هي فرع الف خصم منه فرعبة الآن مثل العبارة الجبرية هاي العبارة مثلها باستخدام بوابات منطقية بحولها من كتابة إلى رسم. طيب لمين الأولويات فيها؟ الأولويات فيها للقوس للقوس على الأولويات بحلها. طيب جو ادخل جوا القوس في عندك آند وفي عندك متممة يعني نط لمين الأولوية لهاي ولا لهاي؟ طبعا للمتممة يعني لهاي باخذها اذا متممة السي هي متممة السي ها وهي متممة السي هي فرع. طيب خطوة ب خلصت منها هي حط لها دائرة لساتني جوا القوس لمين الان للضرب للضرب شو هي اللي هي اند الضرب اللي هي اند هي اند ها. هي اند هي مدخلين ومخرج شو المدخل الاول انا بحكي عنها الان اند المدخل الاول بي هي بي المدخل الثاني نطسي نطسي هي شايفينها بنقولها هون هاي نطسي تمام 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 تمام. طيب خلصنا كل هاي حط عليها الآن دائرة خلصنا. طيب جيم لا شو ضل عندي الجمع متممة ايه الجمع اللي هي اور نط ايه لمين الأولوية؟ النط إيه ولا الجمع؟ طبعا النط إيه الأولوية حسب الأولويات خدناها قبل هاي نط إيه وهاي نط إيه وهاي نط إيه خلص منها حط عليها دائرة صغيرة نخلص منها شو ضل عندي آخر شيء الجمع الجمع اللي هي أور هاي دال اللي هي أور كيف أور شكلها هاي؟ هاي أور مدخلين ومخرج مدخلين ومخرج. طيب شو مدخلها الأول؟ نط إيه، وين نط إيه هي؟ هي نط إيه، بحطها نط إيه، هي نط إيه، طيب شو المدخل الثاني؟ كل هاي، هاي شايفينها كل هاي عليها دائرة هي كاملة، زي ما أخذنا قبل، طب هاي كلها وينها؟ هي 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 هان، بنسخها نسخ، بنسخها نسخ، هي بي وهاي نوت سي انتهت. فرع باء فرع جيم فرع جيم جد الناتج النهائي يعني بده هون الناتج. عندك طريقتين يا بتحل على الاولويات تحط على الاولويات يا ما بتحل على الرسمه. انا خلينا احدد لك الرسمه لازم حلين يطلعن زي بعض. انا بحل الان على الرسمه وانت بتجرب على الاولويات. طيب اي كم هاي واحد بي كم هاي واحد سي كم هاي صفر صفر عكسها بصير واحد
طب واحد لانه اند هي واحد ضرب واحد هي هنا واحد. طيب الاي عكسها لانه نط عندك جاي صفر. طيب القرش بتعمل صفر زائد واحد تجمع تعطيك واحد، اذا الناتج النهائي هو واحد، الناتج النهائي هو واحد. في عندك طريقة ثانية لإيجاد الناتج، أحط هاي وأمشي على الأولويات، أحطها وأمشي على الأولويات، هاي طريقة واحد على الرسم، وطريقة اثنين أمشي على أولويات، على الأولويات، تمام؟ ممكن أحل لكم إياها هون إذا بدكم. هاي فرع جيم طريقة اثنين، هاي فرع جيم طريقة اثنين، تمام؟ نحلها ونشوف كيف الحل بيطلع معي على السريع. نحلها ونشوف كيف بيطلع معنا على السريع. عوض ايه محلها واحد، هي واحد هي ما جبتها انا، زائد افتح قوسك بي واحد، هي بي واحد ضرب تمامية السي صفر، تمام لمين الأولوية؟ جوا القوس، جوا القوس هون لمين؟ للأند ولا النط؟ للنط. هاي بنسخ هاي زي ما هي، تمامية ايه زائد هاي قوسي واحد ضرب عكسها يصير واحد. طيب لمين الآن؟ كمان للقوس، للقوس تمت ايه زائد واحد ضرب واحد واحد. طيب الآن لمين الأولوية؟ المتممة ولا للجمع؟ للمتممة، عكس هاي بصير صفر، صفر زائد واحد، صفر زائد واحد وتعطي واحد. شايف هاي واحد وهي واحد، الحلين صح شبه بعض. طريقة واحد على الرسمة، طريقة اثنين على الأولويات، اثنتين طريقتين صح. ان شاء الله يكون واضح. نوقف الفيديو شوي نسخها عشان نكمل اخر اشي. طيب نرجع نستكمل ناخذ اخر مثال على هذا الموضوع، بعدين نروح تحويل العكس عكسية، نكون هيك انهينا المادة كاملة ان شاء الله، تمام. طيب ندرس العبارة الجبرية المنطقية، نعطيك عبارة جبرية، بعدين في عندي مجموعة من الافرع هيك اسئلة وضرب عادي بتيجي. طيب أول فرع حول العبارة الجبرية، هاي العبارة الجبرية إلى عبارة منطقية، نحولها من عبارة جبرية إلى عبارة منطقية، نحولها من عبارة جبرية منطقية جبر لمنطق. طيب هاي فرع ألف، فرع ألف نبدأ أهل، نبدأ أهل إيه هي إيه هي إيه. جمع اتفقنا اللي هي أور، هي أور تممت بي اللي هي نط بي دوت اللي هي أنت. شوف كيف أسهل الموضوع، قوس افتح قوس، افتح قوس. طيب تممت كل سي تحته، تممت كبيره نط، هاي نط، نط اول ما اشوف نط متمم كبير بفتح قوس للنط، افتح قوس للنط، فتحت قوس للنط. ليش؟ لانه فتحتيها مش حرف واحد، اكثر من شيء بفتح لها قوس. سي هسه اللي جواها، شو اللي جواها؟ سي هي شو اللي جوا، شو اللي تحتيها؟ سي اند هي اند دي وهي دي، سكر قوس النط، سكرت قوس النط، سكرت قوس النط، هي فتحته وسكرته، ظل عندي قوس هذا سكره. يعني خلاص عندي فرع الف، خلاص عندي فرع الف، فرع ب، فرع ب، فرع ب. الان بدي احول نفس العبارة الجبرية، يعني بدي احولها هاي باستخدام مطلوب، بدي احولها من جبر، من عبارة، من حكي لرسم. حكيت رسم، تبع معي شوي الآن، هي إذا تركيز تبع معي فيها، تمام. لا ممكن تستغل هاي، أنت ممكن تستغل هاي. طيب نبدأ فيها، يعني خلينا على الأصل، إذا أرسم لمين الأولوية؟ الأولوية لا أقوس، هاي رحت أقوس. طيب تحت القوس شو في عندي؟ في عندي نط جوا، في عندي سي ضرب دي، سي ضرب دي، تمام، سي ضرب دي، تمام. إذا لمين الأولوية؟ لسي ضرب دي، هي سي ضرب دي، هاي سي دو دي اللي هي اصلها هي فرع الف. سي دو دي يعني اند، هي اند وهي سي وهي دي وهي هيك. طيب بخصم، طيب هاي مالها؟ هاي شايفينها، هاي هاي سي اند. طيب هاي مالها؟ هاي جاييها نط، لساتنا انا في القوس، جاييها نط، جاييها نط، تمام. طيب هي نط، نط ايش؟ نط كل هاي، كل هاي وينها؟ هيها سير قبلها، صارت قبلها، صارت امامها قبلها، هيها نسخت نسخ سي ودي. طيب
هسه خلصت من كل هاي الرفع، من كل هاي هاي اي او كل هاي نفس الشيء من النهاية وهاي بشبه بعض. طيب ليش ظل عندي؟ في عندي المتممة، في عندي الضرب، وفي عندي الجمع. اليمين هي المتممة اللي نط بيها، هي نط بيها نفس هاي جيم جيم نط بيها، وهي نط بيها، وهي نط بيها. طيب خص من هاي، هي حط لها دائرة تمام، وهي ممكن احط لها دائرة. هاي انحليت على هاي او على هاي التنتين صح. طيب شو ظل عندي الان؟ ظل عندي الاند، ظل عندي الاور. لمن الاولوية للاند، هي اند، هي 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 قبل الاور الاند. الاند كيف شكلها؟ هي شكل الاند، هي الاند تمام، لها مدخلين مخرج واحد. طيب اند تربط من اليمين، نط بيه نط بيه من هاي نسخ، هي هي نسخت النط بيه، هي نط بيه. طيب المدخل الثاني لها كل هاي، كل هاي وين صارت؟ هي هي كل هاي او كل هاي، هي فرقة هي نسخ. اذا ما في مجال بعمل هيك مسلكة، عشطور عملت هيك، هاي بنسخ، وهاي هيك تمام، وهاي بنسخ فيها، وهي السي، وهي دي تمام. طيب بس هاي كلها خلص من هاي، خلص من هاي كلها، كلها يخلص منها. شو ظل عندي؟ ظل عندي الاور، برسم الاور مثلا او الخطوة الاخيرة اور، اي اور بنذكرها مايلة لما انت تكون مركز راجع قبل هاي اور. طيب اور تجمع مين ومين؟ اور هاي اور تجمع كل هاي، كل هاي وين صارت؟ هاي هاي عطوها انها مدخل، منها المدخل الاول، وهي مدخل ثاني، وهي مخرج. هاي كلها بحطها هون، القسم الثاني منها ايه؟ هاي ايه؟ هاي هاي ابغى شيء ايه؟ هاي ايه؟ حطيت ايه؟ طيب القسم الثاني من هاي جمع كل هاي، كل هاي وين هاي؟ هاي كلها لا بنسخها هون، بدي انسخ فيها هاي اند انسخ، وهاي متممة تمام. طبعا هذا في بين هاي في مجال هذا السلك وهي سي وهي دي، هيك بكون خلصت الفرق. هذا أصعب سؤال ممكن يجيبوه في الكتاب، أصعب سؤال يجيبوه لك إياه. هاي بشيناه على خطوات. طيب الفرق الثالث جد الناتج النهائي، معطيك A و B و C و D، عندك خطوتين، عندك طريقتين الحل، عندك طريقتين، يا إما متعوض على الرسمة، يا إما بتحل على هاي الأولويات. إحنا خلينا الرسم وأنت حل على الأولويات لحالك وشوف الحل بيطلع نفسه. A كم؟ واحد، هاي واحد. B واحد، هاي واحد. و C صفر، هاي صفر. و D واحد، هاي واحد. طيب نبدأ، صفر ضرب واحد للنوعد، صفر ضرب واحد صفر، عكسها نط عكس صارت واحد، وهي عكسها كانت واحد صارت صفر. الآن وصلت عند الآن، الآن بتضرب صفر ضرب واحد صفر، شو صار عندي؟ أور، أور جمع واحد زائد صفر واحد، وهي الجواب طلع عندي الناتج النهائي واحد. هاي طريقة واحد على الرسمة، طريقة اثنين تمسك هاي تحل على الأولويات، لازم يطلع معك بالنهاية الحل واحد، الحل واحد. طيب وقف الفيديو شوي تكتبها، وبعد تكتبها تحلها لوحدك، تحاول تحلها لوحدك شوي شوي تمام عشان تقدر تفهمها. طيب وصلنا عند اخر موضوع اليوم، اخر موضوع في الكتاب اللي هو العكس. اعطيك انا رسمه وتعطيني انت العباره الجبريه. لا ممكن طالب يحكي لو سمحنا اخذناها هاي، بحكي لك اه احنا ايش بدنا نحول الان؟ نحول نكتب عباره الجبريه وليست العباره المنطقيه، العباره الجبريه لها زي ما تعودنا قبل. كم نحل لك مساله؟ بروح على البوابه الموجوده اقصى اليسار، اقصى اليسار. شو اقصى اليسار؟ هي نط، نط ايش؟ نط ايه، بس ما ينفع احكي نط ايه، بدي احط متممة ايه. هاي خطوة واحد، متممة ايه، لانه بحكي عن ايش انا؟ بده عبارة جبرية وليس عبارة منطقية. لو حكيت اكتب عبارة منطقية، عبارة منطقية بتحط نط ايه، نط ايه، بس انا بحكي عن اكتب عبارة جبرية بحط متممة ايه، يعني هاي ما بتنفع.
العبارة جبرية، فبدك تنتبه انت كويس لموضوع هذا، يعني عبارة جبرية ولا عبارة منطقية بده؟ طيب قسم من هاي، طب شو اللي عندي؟ هاي اند، هاي اثنين اند، اند كيف شكلها؟ ايه دوت، الان دوت، مش اند، الان دوت، لانها جبر. طب شو مدخلها؟ نط ايه اللي هي متممة ايه؟ هاي متممة ايه؟ الفريق الثاني منها بي، خلاص انتهت المسألة. طبعا سي المخرجات، سي تساوي، انتهت، انتهت. طيب نحل الفرع باء، نفس الشيء، اكتب العبارة الجبرية لهي البوابة. كبر واحكي بحلة مسألة زي ما قلنا قبل، البوابة الأقصى اليسار، البوابة الأقصى اليسار في عندك هاي وهاي، أي واحدة عادي، بالعادة ببدأ فوق، ببدأ في هاي، هيها، هاي خطوة الواحد، شو اسمها هاي؟ هاي متممة إكس، لأنه بحكي عن جبر، لو بحكيش عن جبر بحكي عن منطق بس، بحكي نط إكس، عشان بحكي عن جبر، متممة إكس. طيب الآن شو عندي؟ الآن هاي، اثنين متممة واي، هاي متممة واي، هي متممة واي. طيب شو غير عندي الآن؟ غير عندي الأور، الأور شو هي؟ هاي ثلاث، الأور جمع، هاي جمع، في عندي شي هون وفي شي هون. طيب شو المدخل الأول؟ متممة إكس، هي متممة إكس. شو المدخل الثاني؟ متممة واي، متممة واي. كم المخرج؟ إذا كان في مخرج بحطه، ما كانش خلص، في مخرج عندي إف، إف تساوي. اف تساوي متممة اكس زائد متممة واي، سهل جدا زي ما اخذنا قبل، يعني نفس الموضوع قبل، بس صرت احول لجبر بدل منطق، بدل ما احط نقطة اكس متممة اكس بس، احط نقطة واي متممة واي، يعني المفروض سهل عندك، بدل اور حطيت جمع بس، نفس الموضوع قبل، يكون سهل جدا عليك اذا كنت فاهم قبل، وارجع عيد اذا ما كنتش دارس قبل، ارجع اتصل بعدين تاخذ هاي الحصة، وقف دقيقة. تنسخ هاي بسرعة مباشرة، تنسخها عندك على دفتر عشان يكون أمورك كلها أمور ماشية. نفس الإشي الآن، نفس الفرع، تحول هاي بوابات لعبارات جبرية منطقية، جبرية منطقية. أروح ببدأ بأقصى اليسار، هاي في عندي هاي، شو اسمها هاي؟ هاي ها خطوة، شو اسمها هاي؟ متممة اكس، هاي متممة اكس، ها طيب اثنين اثنين، نروح هلا كمل فيها هيك وبعدين نرجع على هذول، كمل لحد هون. هاي شو اسمها؟ هاي عند، هاي عند، عندي عند ضرب. طب تربط منها شو ايش؟ بين متممة اكس، هاي عند، هاي تربط متممة اكس مع واي، هاي متممة اكس، الفرع الثاني منها هاي واي، هاي واي. طيب خلص من هاي وهاي، الآن أروح على هاي الآن، شو هاي؟ شو اسمها هاي؟ هاي أور، هاي جمع، هاي هاي. طب زد، شو الفرع؟ المدخل الأول زد، هاي زد وهاي دبليو، خلص من هاي، الآن ضل عندي هاي نط، هاي أربعة، نط شو يعني؟ متممة. طب متممة ايش؟ متممة هاي كلها، شو يعني متممة هاي كلها؟ يعني زد زد دبليو كلها عليها متممة، مش من نط راح، ما بصير احط نط زد زد واي، غلط، متممة زد زد دبليو، خلص من هاي وهاي وهاي وهاي. شو اللي عندي اخر شيء؟ عندي هاي خمسة اللي هي اند، الاند اللي هي دوت. طيب شو بدخلها؟ هاي كلها، المدخل الثاني هاي كلها، هاي كلها وين؟ هاي كلها هاي، فرع اثنين كتبناها، هاي هاي كلها هاي، ننسخ هاي اكس تممة ضرب هاي، ننسخ واي. طيب المدخل الثاني منها هاي اللي هي زد زائد زد زائد دبليو، زد زائد دبليو، تمام. وهي بتكون المسألة عندي طبعا زد زائد دبليو هي متممة، متنساش هيها، هاي هاي هاي، مش أوضح لك، مدخل أول هيو اللي هي هاي هاي تطهم، المدخل الثاني اللي هي هاي هاي مسختهم، وهي الدوت عندي، تمام. خلاص شو المخرج؟ ايه هي ايه تساوي، هاي ايه تساوي، صارت ايه تساوي متممة اكس ضرب واي ضرب زد زائد دبليو متممة، هيك تكون انتهت
المادة كاملة. الله يعطيكم العافية. تمام، وإن شاء الله أموركم تكون مرتبة. طبعا نعطيك نصائح الأخيرة. تمام، نصائح الأخيرة. المادة صارت سهلة، المادة حذفوا منها الوحدة أمن المعلومات، وحدة الحفظ أمن المعلومات كاملة. صار عندك 3 وحدات، وحدة أنظمة العد عليها 35%، وحدة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات والروبوت، هاي الوحدة الثانية عليها 30%. تمام، وحدة هاي بوابات منطقية، بوابات منطقية عليها 35%. عندك 3 وحدات، وحدتين منهم فهم. إذا كنت فاهم الفهم راح يكون يعني الأمور سهلة كثير عليك، يجي فيها علامة. يعني أتوقع أنت الوحدة الأولى أمانة العد ممتاز فيها، الوحدة الثانية ممتازين فيها. الوحدة هاي تقريبا نصها أخذناها في المدرسة، نصها أخذناها عن بعد. حاولت أوصل لك المعلومات قدر الإمكان، قدر الإمكان أدرسها شوي شوي. تمام، أدرسها شوي شوي، بس بدي أحكيلك نصيحة، ما تضيع المادة لأنه فرصتك تجيب فيها علامة. فرصتك تجيب علامة قوية، فرصتك تجيب فيها علامة قوية. هذول آخر الدروس. تمام، ركز فيهن، ركز فيهن منيح. إذا فهمتهن كويس تبع لهن منيح، لازم تفهمهن، لازم لازم. إذا فهمتهن مش كثار هن، مش ضخمات، إذا قدرت تفهمهن أنت فللت المادة، المادة صارت سهلة. ومعها في امتحان الوزارة أصلا وقت تدرس عليه، معك حوالي تقريبا 2 ونص، 2 ونص حلوات. تغلق المادة تغليق حرام تضيعها، ادرسها من الآن ودير بالك عليها منيح، دير بالك عليها منيح. طبعا هاي الوحدة عشان الأمانة العلمية، هاي الوحدة ظل عندك شغلة واحدة بس فيها، اللي هي انظر الكتاب، تقرأ الكتاب، انظر الكتاب صفحة 117، في عندك نص صفحة. مين عمل هاي الجبر البولي؟ لمين؟ شو اسم صاحب اللي عمل هذا المادة الجبر البولي؟ تمام، يعني هيك نص صفحة وأقل من نص صفحة، ربع صفحة. هي مادة حفظ صغيرة بداش فهم، تقرأها قراءة، يمكن يجيب عليها دائرة أو شيء، علامتين أنت ولا فيهم. انظر الكتاب صفحة 117، تقرأها قراءة بس تفهم مين. سهلات جدا، يعني سهلات جدا. تمام، إذا جاتك مشكلة فيها ندير جواب خاص لك إياها، سهلات جدا. تمام، طيب هل وحدة شو مطلوب منك هنا؟ تحل أسئلة الفصل وأسئلة الوحدة، أسئلة الفصل وأسئلة الوحدة اللي موجودة في هاي الوحدة، في هاي الوحدة. وأنا كمان نح لقدام أبعث لكم، يا إما أبعث لكم فيديو حلول الأسئلة، يا إما أبعث لكم إياها ورقيا حلول أسئلة الفصل الوحدة، الوحدة هاي الأخيرة، الوحدة هاي الأخيرة. إحنا كنا حابين إنه نكون إحنا وجه لوجه، لأنه أكيد أكيد عن بعد مش زي ما نكون وجه لوجه، أكيد يعني وجه لوجه بكون فهمكم، بكون تفهيم أحسن أفضل، بشوف واحد واحد. بس شو نسوي، هيك الظروف حكمت علينا وعليكم. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله بالتوفيق، وشوفكم علامات معدلات عالية، وأي شيء إن شاء الله مش حنقصر معكم. ودير بالكم، والله يعطيكم ألف عافية.